بسم الله الرحمن الرحيم. هذا عمر أبو الخير يحييكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلنا في حديثنا عن العقيدة إلى الركن الخامس من أركان الإيمان، وهو الإيمان باليوم الآخر، ولازلنا فيه نتحدث عن مصطلحات هامة في هذا الركن. في الحلقة الماضية تحدثنا عن الركن، عن المصطلح التاسع وهو الميزان، واليوم بإذن الله عز وجل نبدأ في المصطلح العاشر وهو كتب الأعمال، وهي تلك الكتب التي يدون فيها أعمال العباد سواء الصالحة أو الطالحة. يأمر ربنا عز وجل يوم القيامة فتنشر وتوزع على أصحابها، فآخذ بيمينه من أمامه وآخذ بشماله من وراء ظهره. فالمؤمن يأخذ كتابه بيمينه، وعندما يأخذه يقول هاؤم اقرؤوا كتابيه. وأما الكافر فيأخذ كتابه بشماله من وراء ظهره فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. وأما المصطلح الحادي عشر وهو الحوض، فالحوض هو حوض في عرصات يوم القيامة ينزل ماؤه من نهر الكوثر، وهو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، من شرب منه لا يظمأ أبدا بعده، ومن لم يشرب منه لا يروى أبدا. هذا النهر لا يشرب منه إلا المؤمنين الصادقين وفقط. وأما المصطلح الثاني عشر وهو الصراط، وهو جسر ممدود على ظهر جهنم يمر عليه أهل الجنة قبيل دخولهم للجنة أو قبل دخولهم للجنة. فهذا الجسر عليه كلاليب وعليه خطاطيف، كل على حسب عمله، فمن لم يغفر له يصيبه من أذى سيئاته. وفي نهاية هذا الجسر قنطرة يسميها العلماء الصراط الثاني، وتسمى أيضا مسمى آخر وهو قنطرة المظالم، ذلك لأنها يكون عليها كل المظلومين، فإذا مر الظالم من عليها يأتي أو يتقدم منهم أحدهم فيقول يا رب هذا ظلمني، هذا فعل كذا وفعل كذا، فيقول الله عز وجل له أن يأخذ من حسناته ما يعادل مظلمته فيأخذ. فإذا فنيت حسنات الظالم يعطى من سيئات المظلوم حتى ينهار به الجسر بعد أن كان على بعد خطوات من الجنة. وأما المصطلح الثالث عشر وهو الجنة، وتسمى بدار السلام ودار المتقين والمقام الأمين ومقعد الصدق وغير ذلك من الألقاب والمسميات، وهي دار النعيم الأبدي التي أعدها الله عز وجل لعباده المؤمنين في الآخرة، وفيها درجات متفاوتة كل على حسب عمله، ولها أبواب ثمانية، منها على سبيل المثال باب الريان وهو الباب الذي يدخل منه الصائمون، وفيها باب الصلاة ويدخل منها من الذين أحسنوا صلاتهم، وأما أعلاها في الأبواب هو باب الجهاد. هذه الجنة فيها النعيم الذي يليق بدار الخلد، فيها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم باختصار ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أذكر لكم مثال من النعيم والأنس الذي في الجنة، وهو السوق يوم الجمعة. هذا السوق ليس للبيع ولا للشراء،
إنما ليتجالس فيه الصالحون والأصدقاء والأقارب، يتذكرون فيه أحوالهم في الدنيا ويتحدثون عن نعمة الله عليهم. وبينما هم على ذلك إذ تهب عليهم ريح الشمال كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فتزيدهم حسنا والجمالا، فيعودون بهيئة غير الهيئة التي أتوا بها. ويكفي أن المؤمن فيها يرى ربه، فلا يجد فيها متعة ولا لذة أجمل من النظر إليه، وفيها راحة وطمأنينة، لا شقاء ولا خوف فيها أبدا، هي جنة أعدت للمتقين. اللهم اجعلنا منها. أيها المستمعون الكرام، إذا أعجبتكم هذه الحلقات فانشروها حسبة لوجه الله واستمعوها جيدا، فإن علم العقيدة من العلوم التي هي فرض عين على كل مسلم، لا يسع مسلم بعد أن بلغ الحلم أن يجهلها، ولا يليق بأم في منزل أو أب لا يعلم أطفاله العقيدة. فنحن نختلف عن غيرنا من أهل الأديان الأخرى، نحن أهل دين حق وأهل عقيدة صادقة، عيب علينا أن نجهلها وندعي العلم. أدعوكم لمتابعة هذه الفيديوهات ونشرها، ومن له تعليق أو تعقيب أو نصيحة يكتبه في التعليقات، وسأتابعه بإذن الله عز وجل، ومعا نتعلم.